بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفيديو للحديث عن طريقة زراعة نبات المريمية أو الميرمية أو السالمية. طبعا هذا نبات طبي شهير معروف تاريخي، له قيمة كبيرة في الطب الشعبي، له استخدامات كثيرة في الطب الشعبي وفي الحياة، لدرجة أنه حاضر في على ما أظن أنا بحسب معرفتي في بلادنا بلاد الشام، حاضر في كل البيوت ولا يستغنى عنه، وهو مكون أساسي في الأعشاب، أعشاب الطبية التي تستخدم لأغراض طبية. هذا ينبغي في الحقيقة الحصول على مصدر جيد ومناسب ودائم. هذه شجرة معمرة بالمناسبة، شجرة معمرة شجيرة يصل ارتفاعها إلى المتر، تطرح من الأوراق ما يغني عن الشراء من أي مصدر. يمكنك بشجرة واحدة من الميرمية إن نجحت في حديقتك المنزلية أن تحصل على حاجتك وحاجة ذويك وأقاربك وجيرانك. سنتعرف إلى الطريقة البسيطة والتقليدية في زراعة الميرمية، وهي طريقة سهلة جدا. وبالمناسبة الميرمية لا تحتاج إلى أي ظروف خاصة، يمكن أن تنبت في كل الظروف، دائمة الخضرة، لا تقاوم الصقيع، تقاوم الجفاف، لا بأس من الرعاية من ناحية الري فيها بين الفينة والأخرى، لا سيما في الصيف للحفاظ على نضارة الأوراق. الآن سنتعلم طريقة زراعتها، وهي بسيطة جدا، إما بنزع جزء من شجرة ما يسمى بالخلفات بهذه الطريقة، ننزع هذا الجزء ونقوم بزراعته. والطريقة المثلى الأفضل للحصول على نبات أقوى بشكل مضمون هي طريقة البذور. هذه هي بذور الميرمية المريمية السالمية. البذور هذه البذور السوداء صغيرة الحجم، كروية صغيرة الحجم، سوداء وبنية. طبعا هذه كانت في أغلفتها التي نتجت عن شجرة أخرى من خلال عناقيد، طبعا هي بتكون بشكل عناقيد. الآن نقوم بشكل ما بتخليصها من الشوائب، ونقوم بمنتهى البساطة والسهولة ببذرها. كمية مناسبة منها هذا يكفي. ونغطيها بشكل مناسب للمزيد من التربة، ونقوم بريها. طبعا هي سهلة النمو، سهلة التكاثر، سهلة الزراعة. الطريقة الأخرى كما قلنا أنه يمكننا أخذ أي عقلة طرفية أو خلفة من الشجرة، شجرة الميرمية من أي شجرة، ونقوم بنزع أوراقها لتسهيل عملية الإنبات، ونقوم بغرسها. سنجرب الطريقتين كلتيهما معا. أنا أميل إلى الزراعة بالبذور، مضمونة أكثر وتكون النبتة أقوى وأقدر على التكيف.
في مدى أسبوعين إلى 3 أسابيع سوف تنمو بإذن الله نباتات نبتات الميرامية، وبعد أن نصبر عليها لكي تكون بحجم مناسب نقوم ب إما توزيعها في أسس مختلفة أو وضعها في التربة، وهي من الممكن ومن السهل إكثارها في أي مكان وفي أي حديقة منزلية. شكرا لكم، نأمل أن تدعمونا بالاشتراك بقناتنا قناة ياسير. لكم محبتنا واحترامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.